دكتور الأبيض، أنا فقط أذكر حضرتك يا دكتور أحمد بتغريدة الصدر عندما ذكر في هذه التغريدة الأخيرة مصطلح الخليج العربي. لاقت هذه التغريدة ولاقت شخصية الصدر. أنا أضرب لك فقط هذا المثل على اعتبار أن الصدر هو شخصية مؤثرة سياسيا وحتى شعبيا. لاقى في الآونة الأخيرة إدانات من داخل إيران ومن داخل العراق. إذا هل هذا لربما يؤثر على السياسة أو أن هنالك تأثيرات تلوح في الأفق على النواحي الجماهيرية الشعبية أم ماذا؟ يعني خاصة وأن صدر غدا دعا إلى صلاة موحدة. النظام في إيران الحقيقة شاخة وهو يفتقد إلى بوصلة المكان والزمان الحقيقة. يعتقد أنه اللي حصل قبل 40 عام ممكن أن يستمر، وبالتالي الفرصة الذهبية التي جاءته من خلال تمكين إدارة أوباما تحديدا لهيمنتها على العراق الصفقة التي كانت تعرف بالصفقة النووية، الاتفاق النووي، واللي فتحت الحقيقة لهيمنة ما يعرف بالتيار الإسلامي السياسي الشيعي تحديدا أن يمتلك القرار ويدير اللعبة باتجاه مصالح إيران ومشروعها اللي تهاون الآن. هذا المشروع اللي بني على حساب الشعوب أضرت بلبنان بسوريا بالعراق واليمن أينما يتواجد هذا النظام، واللي يتبجح أذنابه في العراق الحقيقة بأنه هم كما ذكر ضيفك أنه هم العراقيين من صنع الانتصار وصمم وانتصر على داعش وانتصر على الطائفية في نفس الحين، التي هي كانت مشروع للأسف ليس فقط لإيران وإنما حتى بعض الدول الخليجية كانت تعزز هذا المناخ الطائفي. الآن إيران تعتقد أنه شخصية مثل السيد الصدر عندما يتصدى لهذا الموضوع ويقر بعروبة الخليج هو ليس من باب التسمية كما ذكرت لك، هذا امتداد تاريخي وهو انتماء، وهو انتماء يفتخر به أي إنسان كما يفتخر الفارسي بانتماءه وكما يفتخر الأوروبي بانتماءه. ليس معيبا على العراق العربي اللي معظم عشائر الجنوب تحديدا هي أصل يعني العرب وأصل العروبة يعني، وكذلك الحال في المنطقة الغربية من العشائر الأصيلة، ولكن عندما نتحدث عن العشائر العربية الأصيلة في الجنوب العراقي هي تمثل الامتداد الطبيعي للعروبة التي يعني تحركت من اليمن تاريخيا، والعراق ظل عبر كل التاريخ وكل التحولات اللي حصلت محافظ على هذه الهوية، ولذلك عملية سلخ من هذه الهوية هي عملية انتزاع الروح من الجسد. اليوم جاءت فرصة مناسبة رياضية لتعزز فكرة أنه لا يمكن انتزاع العراق من هذا الانتماء العربي، ولا أقصد هنا المحيط السياسي أو الاقتصادي، لأن العراق ما محتاج الحقيقة، بالعكس العراق هو بإمكانياته يستطيع أن يساعد كل دول المنطقة، لكن إذا توفرت الإرادة الوطنية والحكم الوطني الصحيح. الصدر يعرف ويحيي ذلك بشكل دقيق، وأنه أصل الصراع الطائفي في العراق لأنه كانت محاولة قسم المجتمع العربي العراقي، وقسم المجتمع العراقي ككل ما بين عربي وكردي، ثم قسم المجتمع العربي ما بين الشيعي والسني. والعروبة هي ليست فقط للإسلام، للمسيحي، لليهودي، لكل للأزيدي، كل هؤلاء هم عرب. ولذلك عودة يعني ترتيب الهوية الوطنية العراقية على قواعدها الأساسية هي هذه مهمة تاريخية تستطيع أن تنقذ العراق وتلفظ كل من يريد أن يغير معالم هويته أو يغير ديموغرافيته. إذن هذا نقطة تحول مهمة لا تقع ضمن إطار التغريدات أو التصريحات الإعلامية أو الاستنكار الإيراني من قبل النظام، وإنما هو لحظة تمسك العراقيين بحقهم وبقرارهم الوطني وسيادتهم.